وينو فريد؟ عندي برشا ما سمعتش عليه حتى شيء. فريد مسكين يا حنان، تعرف باش يعمل عملية خطيرة شوية مسكين. ودقيقة برشا زيادة، وهو قاعد وحده في الدار وما يحب يقول حد حد على الحكاية هذه. كيفاش فما واحد يهرب ويخبي روحه من صحابه؟ لازم يقول لنا مسكين، أكيد راه عنده برشا احتياجات، أقل حاجة مادية. أكيد. لازم نطلبه على خاطره باش ربي يجي ويشفيه. صحيح، تعرف أنا سمعته البارح في التليفون وهو كان حزين شوية ومتغشش على الله. مسكين. تصور أنت، متغشش على الله علاش يعمل فيه الحاجة هذه الكل، ويتصور اللي الله يعاقب فيه على حاجة عملها زادة. لكن الله ما يتعاملش معنا بالقسوة هذه، بالعكس ربي كي حبي أدبنا ديما هو يورينا قبل. صحيح، تعرف حنان قصة فريد فكرني في قصة في الكتاب المقدس في العهد القديم في أشعياء 40. وقت اللي الشعب كان مضطهد، كان عنده برشا برشا مشاكل، وكان العدو يهجم فيه زادة، الله ما حكمش عليهم بقسوة وما عملهمش بقسوة وما انتقمش منهم ولو أنهم عملوا برشا غلطات، لكن كان الله يتكلم معهم بكل لطف وبكل محبة. ديك مثلا كما البو يربي في ولده، ما نصورش باش يحكم عليه ويقص عليه ويبدأ يضرب فيه، باش يحكي معه بكل محبة وبكل لطف. هذاك علاش الله زاد يحكي معنا بكل محبة بكل لطف يا حنان. فريد مسكين يفكر هكا، ما مش كان فريد يفكر هكا، تعرف حتى نحن بارش مرات نفكروا هكا. أنا شخصيا ديما نقول علاش يا ربي، علاش عملت لك هكا يا ربي، ايش عملت أنا غلط يا ربي. وهذاك حاجة مش باهية، لازمنا نتكلوا على المسيح، ولازمنا نتكلوا على وعوده، ونتكلوا على نتبعوه شنو هو قاعد يقول. ثم كلمة زاد في نفس الإصحاح وفي نفس الآية تقول عزوا شعبي، إنه الله بالحق يعزينا ديما. أمين. قداش كلمات الله تعزينا بالحق وقداش حقيقية. تعرف وقت اللي نغزر الورد ونغزر قداش هو مزيان، قديما نفكر شنو هو عمل الورد باش يكون مزيان وعنده الجمال هذا الكل. حتى شيء. ونبي إشعيا زادة كيف انت زادة استعملته في العهد القديم، يعمل مقارنة ياسر حلوة. الورد على قد ما هو مزيان حياته ياسر قصيرة، وهو يعمل مقارنة ما بين الجمال متاع الورد وما بين قوة وجمال كلمة الله اللي تقعد إلى الأبد. كلمة الله المقدسة على لسان نبي إشعيا تقول يبس العشب ذبل الزهر، ولكن كلام إلهنا يثبت إلى الأبد. أمين. كلام حلو برشا هذا. حلو برشا. أما خسارة اللي برشا ناس في بالهم اللي احنا المسيحيين حرفنا الإنجيل ويمشيوا أكثر من هكاكة، اللي يفكروا هذاك مش حق، دونك ما يعملوش عليه وما يعتمدوش عليه اللي هو حاجة صحيحة. ما خسارة خاطر هما يجهلوا الحق هذا. تعرف كلامك صحيح حنان، أنا عندي برشا ناس نعرفهم يقولوا الإنجيل تحرف، أما ما يعرفوش علاش يقولوا تحرف، معناها يقولوا ممكن هذا حرف، ما يعرفوش وقتاش تحرف، علاش تحرف، شكون اللي حرفه. ونتصور هذا التهجم والتهكم على الله، خاطر الله كلي القدره والمعرفه. أمين. الله اللي بلاش حدود، بالحق ما عنده حتى حدود الله. تصور انت ما نجمش يحفظ كلمته ويحميها؟ بتبيعه ينجم يحفظ. كان انا واحد يتعدلي على حقي اكيد باش نصيح ونعيط. اكيد. تصور انت كتبت كتاب واحد جاء طبع لك من الكتاب متاعك، شنو باش تعمل ولا بدل فيه حاجه؟ تبيعه باش نعمل رده فعل. فما بالك الله خالق السماوات والارض، شنو باش يعمل الكتاب متاعه يا حنان؟ ما نعرفش علاش الناس تقول لك. نعطيك مثال اخر، مثلا رئيس الجمهوريه عمل قرار شعبي كبير انه باش تصير انتخابات ولا باش يبدل وزير في اليوم الفلاني. الانسان العادي تتصور انا ولا انت ولا اي عبد هذا ينجم يبدل في القرار هذا؟ مستحيل. ولو حرف. مستحيل. فما بالك الله يا حنان خالق السماوات والأرض، خلقنا نحن الإنسان زادة أنه يسمح للعباد باش يبدلوا كلماته؟ ما نتصورش. الله باش يقعد حافظ لوعوده وحافظ لكلماته لآخر الدنيا. صحيح. أما تعرف الشك في كلمة الله والوعود متاعه هذاك يؤدي إلى عدم الإيمان، وهذاك ينجم يمنع السلام والمحبة متاعه والفرح اللي يعطيها السيد المسيح كي نتبعوه ونامنوا به. مش معناه الشك لعدم الإيمان، ما فهمتش. معناها وقت اللي أنت ما تصدقش في كلمة الله، وقت اللي أنت ما تصدقش في الوعود متاع الله اللي هو يعطيها في الكلمة المقدسة متاعه، أنت هذاك يمنعك باش تامن به. أنت لازمك تامن بالوعود متاعه باش نجم تتبع المسيح، وكي تتبع المسيح أنت باش يكون عندك فرح وتتنال الحياة الأبدية. يابس العشب وذبول الزهر، يبس العشب وذبول الزهر، أما
قلنا كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. أما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. يبس العشب وذبول الزهر، يبس العشب وذبول الزهر. أما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. أما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. أحلاها سوريتك واجدي جديدة؟ هذي علاش دورت لك جديدة؟ ليه مش جديدة قديمة؟ خاطر ألوانها جديدة كأنها جديدة. شفت الأصلي أصلي. ليه هذي قديمة و تغسلت برشا مرات، ما شفت الالوان نتاعها قعدوا نفسهم. تعرف هذا فاش فكرني زيادة؟ في كنا نحكيو فيه قبل شوي. كيفاش صرا؟ كلمه الله، كلمه الله اصليه وحقيقيه وتغير فينا كل يوم. أمين. يعني الكلمه ما تبدلش وديما ثابته، معناها ما تتبدل الجمله. والدليل هي ثابته يا حنان. يعني تغير فينا كل يوم، نحن كل يوم ننمو ونتغيروا بكلمه الله. امين. حتى ولو نقراو نفس الحاجه في برشا مرات، لكن كل مرة تغير فينا حاجة حنين، وهذاك علاش هي صالحة لكل مكان وكل زمان. أمين. تعرف ماذا بيا نصلي وندعيه من أجل فريد، ومش كان فريد، كل الناس اللي تعدوا بصعوبات ومشاكل، كان حاجة مادية وإلا نفسية ولا روحية، ماذا بيا نصليه على خطرهم. أكيد نصليه؟ أي نصليه. نصلي أنا؟ أي تصلي أنت. عايشك يا ربي، يا إلهنا، يا صانع الأرض والسماوات، يا رب يا خلقهم، يا رب نحب نشكرك من أجل كل أعمالك اللي تعملها في حياتنا. نشكرك من أجل الطبيعة هذه الجميلة يا رب، نشكرك من أجل الورد، نشكرك من أجل النفس اللي ناخذوه كل يوم يا رب. يسوع يا رب جدا نحب نشكرك جدا في الظروف الصعيبة متاعنا يا رب. يا رب يعلمنا كيفاش نجم ونشكر وقت نبدأ نحن في الصعوبات. يا رب جدا نحب نحط بين يديك خونة فريد يا رب، أنك تلمسه وتوريه وتعلمه يا رب اللي انت اله محب واللي انت اله صالح واللي انت اله يا رب ما تعاقبنيش على الحاجات اللي نعملوها. ممكن تأدبنا وتوبخنا يا رب، لكن مش ديما الغلطة هي غلطتنا يا رب. ساعات يا رب جد بنحط بين يديك كل محتاج يا رب يسوع. يا رب كان واحد في ضيق يا رب فرج عليه، كان واحد مريض يا رب يسوع اشفيه وعرفه بك انت شكون يا ربي. يا رب زي بدنا نحط بين يديك كل إنسان محتاج لك ويحب يعرفك يا رب يسوع. يا رب أنت إله حي كما شفنا، أنت إله كلمتك ثابتة وكلمتك حية وتخدم فينا كل يوم يا رب يسوع. نحب نحط بين يديك كل الحاجات يا رب اللي أنا تفكرتهم في صلاتي ونتفكرهم دينا في صلاتي يا رب يسوع. في اسم يسوع المسيح له كل المجد. أمين. أمين.